بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم حسين السعد. في هذه الحلقه ان شاء الله مستكملين لجدولنا في الحلقات السابقه، بعد ما خلصنا 12 اسبوع من التمارين، هذا الوقت اللي نسوي فيه تيست، فراح نسوي اليوم جدولنا عباره عن بارت A وبارت B. بارت A راح يكون عباره عن تيست لتمرينين، التمرين الاول راح يكون تمرين الكلين، وراح نشوف الماكس مالنا، هل تغير الماكس مالنا، هل التمارين اللي سويناها خلال ال 12 الاسبوع السابق اعطتنا قوه زياده، اعطتنا تحسين في التكنيك مالنا عشان نقدر نلعب تمرين الكلين او نسوي تمرين رقم جديد في الكلين. الشيء الثاني او التمرين الثاني اللي راح نسوي له تيست اليوم اللي هو ستريكت بوش بريس، وراح نشوف اذا اوزاننا زادت فهذا بناء على زيادة القوة العضلية عندنا. أما بارت بي راح يكون عبارة عن تمارين نزيد فيها من القوة القلبية وتساعدنا كذلك على نزول الوزن. قبل ما نبدأ تمرين لازم نسخن ونجهز الجسم. التسخين دائما يكون عبارة عن أي جهاز، شنو الأجهزة الموجودة عندي في النادي، مثلا ممكن أني أسوي 400 متر رانينج، أو مثلا دقيقتين على البايك، دقيقتين على الراور، دقيقتين على السكي، بما مجموعة من 6 إلى 8 دقائق. اروح بيس بطيء، ما اروح وايد سريع، عشان بس يسخن الجسم، يضخ الجسم الدم والاكسجين الى العضلات وتكون جاهزه. ممكن اني اسوي شويه استرتشات حق عضله الكتف وعضله الهب عشان يكون جاهز حق تمارين الماكسات اللي راح اسويها ان شاء الله اليوم. بالنسبه حق تمرين الكلين خلوني اتذكر وياكم بعض التفاصيل علشان اسوي فورم نظيف وفورم حلو ويساعدني اني العب ارقام جديده. في البدايه خلونا نشوف من وين نمسك مثلا البار للعبة الكلين. البار بالكلين يختلف، ما راح تكون الايد واسعة، في خطوط موجودة داخل البار، فايدي تكون داخل الخط اللي في البار، وتقريبا اذا ببدأ بالطريقة هذه راح يكون ايدي ملاصقة للركبة بالتحديد. الكلين يختلف عن السناتش، السناتش راح تكون الكوع على الركبة والقدم او الركبة واسعة للخارج، اما الكلين يختلف فايدي راح تكون قريبه من جسمي وراح اكون كاني قاعد على كرسي بالطريقه هذه. راح ابدا الستارت اني ابدا اصعد بصدري وادفع بالقدم للخلف، ما احاول اني اصعد بالهب فيضيع علي طاقه وايد كبيره من القدم وما ارفع فيها البار. فاحاول الستارت يكون بالطريقه هذه لغايه ما اوصل للهب كونتاكت، لما اوصل للهب كونتاكت راح اطق البار واسحب مثلثاتي بشكل كبير بقوة انفجارية، بعد ما اسحب راح انزل بشكل سريع استقبل البار واقوم تحت البار. اوكي، فبعد ما شرحت لكم التكنيك خلونا نسخن بعدين نبدا في التمرين. بعد التسخين احاول اجهز اوزاني. اول شيء ابدا ببار فاضي عشان اتاكد ان جسمي جاهز، بعدين راح ازيد بشكل تدريجي. راح العب نسبه 75 اربع عدات، بعدين اروح حق نسبه 80% العبها ثلاث عدات، بعدين 90% عدتين، بعدين اروح حق 95% عده واحده، 100% عده واحده، بعدين ادخل تجربتين او محاولتين اجرب فيهم الماكس مالي او الرقم اللي انا وصلت له، فيكون عندي محاولتين العب فوق الماكس راح تكون عده واحده. اوكي، فخلونا نجهز الوزن ونبدا. حاول دائما التكنيك مالك من بار فاضي الى البي ار يكون نفس التكنيك بالضبط، لا تحاول انك تلعب هني لعبه نظيفه بعدين لما يثقل الوزن تقعد تلخبط التكنيك.
فرح نعتبر هذه المحاولة الأولى واللي راح تكون 75%. بعد ذلك ترتاح دقيقتين بعد ما خلصنا 3 عدات، بعدين تدخل 80%. بعد ذلك تزيد 90% عدتين، 95% عدة واحدة، 100% عدة واحدة، بعدين تبدأ تلعب محاولتك البي آر أو فوق 100%. حاول تطبق جميع الخطوات، تكون قريب من البار، مسكة البار تكون ملاصقة حق القدم، صدرك فوق، تبدأ تدفع الأرض بالقدم، استخدم عضلات الفخذ، بعدين هب كونتاكت واسحب بشكل كبير، وحاول تلف إيدك بشكل سريع بالطريقة هذه. أعزائي المشاهدين، بعد ما خلصنا ماكس الكلين في بارت A راح نبدأ الجزء الثاني من بارت A واللي هو البوش بريس. البوش بريس اني احاول القدم تكون او الركبه تكون مقفوله، فاحاول ارفع الوزن فوق بدون ما ادفع بوش بريس او حتى اسوي جيرك، تمام؟ فحاول اقفل الركبه وادفع الوزن بشكل مستقيم، فراح العب اسخن اول شيء وزن فاضي، بعدين ازيد بشكل تدريجي لغايه ما اوصل حق 75%. راح العب 75%، 4 عدات 80%، 3 عدات 90%، عدتين بعدين 100%، عده واحده بعدين احاول اجرب وازيد رقم جديد. خلونا نشوف، راح تكون الطريقه هذه. حاول تودي الرقبه ورا، كتفك او كوعك نازل تحت، لا تستخدم الركبه، فقط ادفع الوزن الى خلف الاذن. تمام، فراح احاول ازيد لغايه ما اوصل حق رقم جديد او بي ار. أعزائي المشاهدين، بعد ما انتهينا من بارت A واللي سوينا فيه ماكساتنا في الكلين والبوش بريس، راح نروح حق بارت B. بارت B اليوم راح يكون تحمل باربل أو ويت ليفتنج بشكل جدا كبير، فراح يكون تمرين عبارة عن 20 دقيقة تايم كاب، راح أحاول إني أسوي فيها 20 عدة كلين أند جيرك. طبعا أحاول إني أحط وزن 70%، العدات حسب لياقتك البدنية، ممكن إني أوزعهم 30 عدة، 5 5 5 5 أو ممكن ألعبهم سنجل بما أنهم عدات عالية إذا كنت لاعب مبتدئ. بعد ما أخلص من الباربل سايكل أحاول أني أسوي شاتل رن ريمايننج تايم أو باقي الوقت، فأنا عندي 20 دقيقة راح أسوي فيها 30 كلين جيرك، باقي الوقت راح أسوي فيه شاتل رن. فخلونا نشوف، أنا مثلاً راح أوزع التمرين 5 5 5 لغاية ما خلص 30، باقي الوقت راح أسوي فيه شاتل رن. أعزائي المشاهدين، خلونا ناخذ معلومة غذائية وياكم. في البعض يتكلم عن البيض، وهل إحنا ناكل بياض بيض فقط عشان نستفيد من البروتين اللي فيه وعشان نتخلص من الدهون والكوليسترول اللي موجود، أو إن إحنا ناكل بيضة كاملة، أيهما أفضل؟ فنشوف اللاعبين في وقت التنشيف مثلاً يأكلون بياض بيض، ولاعبين آخرين في وقت الضخامة مثلاً يأخذون بيضة كاملة. في بعض الناس يقولون شنو الأفضل؟ شنو رأيك؟ هل مثلاً البيض يرفع الكوليسترول فإحنا لازم ناكل فقط بياض بيض ونستبعد
الصفار أو إن إحنا أصلاً ما ناكل بيض نهائياً، هذا يكون أفضل بالنسبة لنا. طبعاً أول شيء خلونا نعرف إن البيض يعتبر من أفضل الأغذية اللي تحتوي على البروتين، وكفاءة البروتين فيه جداً عالية. تخيل إن البيضة عبارة عن كائن حي كامل، راح يطلع كائن حي كامل من هذه البيضة. فالبيضة تحتوي على العديد من المغذيات والفيتامينات والمعادن، فأنا لما أكل بيضة كاملة راح أستفيد من البروتين والدهون اللي موجودة فيها. طيب بالنسبة للبروتين، البياض البيض والصفار البيض اثنينهم يحتويون على البروتين، نسبة البروتين فيهم اثنينهم جيدة. البيضة الوحدة تقريبا فيها 7 جرام تقريبا حسب حجم البيضة، 7 جرام من البروتين. هذا البروتين تقريبا 4 موجود في البياض و3 موجود في الصفار، ولكن الصفار يتميز انه يحتوي على الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامين K وفيتامين D، واحنا نعرف ان اغلب الناس الحين عندهم نقص في فيتامين D، فممكن لما ناكل بيض مع تناول الحليب ومنتجات الألبان راح نعوض او راح نغطي احتياجنا من فيتامين د. فلما اكل بيضة كاملة انا استفدت من فيتامين د وفيتامين K اللي موجود داخلها. ثانيا او النقطة الثانية اللي دائما الناس تتكلم عنها واللي هي الكوليسترول، هل لما اخذ او اكل بيضة كاملة راح ممكن تسبب لي ارتفاع في الكوليسترول؟ اول شيء خلونا نعرف ان الجسم هو المسؤول عن دوران الكوليسترول في الجسم، وبالتحديد الكبد. الكبد هو المسؤول عن 80% من دوران الكوليسترول داخل الجسم. فالكبد السليم هو يشوف انت ايش كثر تاخذ كوليسترول في اليوم فيتعامل وياه، بدل لا يسوي مثلا احنا نحتاج باليوم 300 ملي جرام من الكوليسترول، فهو يشوف ايش كثر انت اكلت وهو يصنع الكميه الباجيه. لكن الناس اللي عندهم مشكله فالكبد ما يتحكم بهذه الكميه، فاي كوليسترول ناكله من برا ممكن يسوي لنا مشكله. ولكن انا اتكلم عن الناس الاصحاء، لما ياكلون البياض او البيضه الكامله الجسم راح يتصرف في كميه الكوليسترول. هذا السبب الاول. السبب الثاني ان اصلا الكوليسترول اللي موجود في البيض يعتبر من الكوليسترول الجيد المفيد اللي يسمونه HDL، فما في خوف لما نتناول بيضه كامله، كميه الدهون اللي فيها بسيطه، تحتوي على فيتامينات احنا نحتاجها، وكذلك سعراتها الحراريه مو جدا عاليه. فاذا كنت في فتره تسمح لك انك تاكل كميه كافيه من الدهون فانا انصحك انك تاكل بيضه كامله. أتمنى في هذه الحلقة أن قدمت لكم معلومات مفيدة، تابعونا في حلقات قادمة إن شاء الله.